السلام عليكم، معكم أستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم غنديرو درس مهم بزاف اللي هو الشون ليكسيكال، ونرشحو إن شاء الله في البكالوريا لهذا العام، لأنه يطيح في جميع قريب في كاع لي باك يطيح هذا السؤال. ألوغ الدرس هذا يهم جميع الشعب، كل الشعب، سيونس، لونغ، إي أدب و أدب وفلسفة، داكوغ؟ ألوغ واش معناتها لو شون ليكسيكال؟ شون ليكسيكال معناتها الحقل المعجمي ولا الحقل اللغوي. ليكسيكال جاي من ليكسيك، معناتها ليكسيك معناتها مجموعة من الكلمات. ألوغ واش معناتها ثاني لو شون ليكسيكال؟ شون ليكسيكال هذا وشنو؟ هاد شون ليكسيكال إي رونفوا يشير ولا يعود أكوا؟ إي رونفوا أ لا ميم إيدي، يعود ولا يشير إلى فكرة، يعود إلى موضوع انتر ولا سي سو سون دي مو كي رونفوا كلمات تعود ولا تشير الى المجال لو ميم دومين. معناتها كاع الكلمات اللي تابعين لو ميم تام ولا لا ميم ايدي ولا لو ميم دومين، نفس الموضوع نفس الفكره ولا نفس المجال، كاع الكلمات هذوك اللي يجيو تحت نفس الموضوع تحت نفس الفكره تحت نفس المجال هما هو لو شون ليكسيكال. داكوغ هما الكلمات اللي تابعين هاد لو شون، لو شون ليكسيكال. الوغ لو شون ليكسيكال هذا الحقل اللغوي هذا يقدر يكون دي سينونيم، معناتها كي يعطيك كلمه يقول لك في الباك يقول لك حوس على شون ليكسيكال، تقدر تحوس على سينونيم، تقدر تحوس سينونيم معناتها كلمه مترادفه، تقدر تحوس على لي مود دو لا ميم فامي. لي مود دو لا ميم فامي هما الكلمات اللي عندهم نفس النواة لو ميم راديكال. دونك نشوفو نشوفو مثال، تقدر تلقى اون اكسبرسيون عباره جمله صغيره، تقدر تلقى تحوس على ان فيرب، تقدر تلقى ان نوم فيرب فعل اسم ادجكتيف صفه ادفيرب ظرف. دونك تقدر تلقى ميم في الشون ليكسيكال كي تحوس على كلمه في الشون ليكسيكال تاع كلمه، تحوس ميم على كلمه راهي في البلوريال. كلمه عطاو لك باغ اكزومبل فيولونس، تلقى اس في الاخر داخله تابعه للشون ليكسيكال تاع لا فيولونس. نعطيكم مثال، لا ميدسين، لا ميدسين هو الطب. الشون ليكسيكال تاع الكلمه هذه تاع لا ميدسين عندكم ميدسان، زافي ميدسان طبيب، ان باسيون مريض، و تريتمون علاج. دونك راكم تشوفوا لهنايا ميدسان سي تامو دو لا ميم فامي، ميدسان عندهم لو ميم راديكال هايك ميدسان، ميدسان زدنا قلنا هنايا داكوغ. عندكم باسيون ان باسيون، عندكم تريتمون. دونك هاد الكلمات داكوغ يقدروا يكونوا دي زادجيكتيف، يقدروا تزيد معاهم ان فيرب. ليسونسييل ليسونسييل يكون داخل في نفس الفكره ولا نفس لو دومين. هنا راه كيو على لا ميدسين، هنا سي لو ميم دومين داخل في نفس المجال. يقدر تكون لا ميم ايدي ولا لو ميم تيم نفس الفكره. رانا نحكيو على لا فيولونس، لا فيولونس هي العنف. فيولون مو دو لا ميم فامي، فرابي هاونيك او فيرب، اغريسيون اون اغريسيون سي تان نو. دونك هذه الكلمات يعودوا على لا فيولونس. معناتها كي نسمعوا هذه الكلمات كي نشوفوهم ولا كي نسمعوهم ولا كي نقراوهم نخمو فاش نخمو في لا فيولونس. زيدكم مثال واحد اخر ثاني ونفريوها. كي نقولوا باغ اكزومبل البطاطا، زروديه، لا كورجيت، فاش نخمو في الخضر. دونك الخضر، دونك هذه الكلمه البطاطا زروديه ايتترا هما شون ليكسيكال تاع الخضر. فوالا هذا هو لو شون ليكسيكال. دوكا نشوفو غابيدمون كيفاش يطيح السؤال في البكالوريا. كاين اربع انواع تاع اسئله يطيحو في البكالوريا، نفس السؤال اربع طرق مختلفه. دوكا نشوفوهم غابيدمون. اول سؤال يطيح في البكالوريا، وهذا السؤال قلتهم يطيح بزاف، قريب كل عام يطيح، قريب كل عام يطيح هذا السؤال. اول سؤال يقول لك شيرشي دون لو تيكست، شيرشي
dans le texte, chercher dans le texte, et voilà quatre mots, trois mots, deux mots, etc. Quatre mots, par exemple, qui renvoient, à l'idée de نعطيك الكلمه لهنا نعطيك الكلمه لهنا انت واش دير في هذا البلوكا انا 4 فوا pardon شوف نقول 4 مو اي ولا او او اكسبرسيون اكسبرسيون 4 مو او اكسبرسيون نعاود دو بريفيرونس نعاود نكتب Voilà, dans le texte, 4 mots ou expressions ou expressions qui renvoient à l'idée de oui, à peine comme le cas de moi, du champ lexical, etc. Soit kalimat, soit expression, soit abarimar. Soit tani. Allez, cherchez. Chercher. Non, chercher. Chercher. Dans le texte. Chercher dans le texte. C'est plus comme le mot. Pardon. Chercher dans le texte. 4 mots ou expressions qui renvoient à l'idée qui renvoie à l'idée de tout simplement ou là directement les réponses Alors, écoutez. Cherchez dans le texte. Qu'est-ce que cherchez dans le texte? Naoucha qui devait. Je vous mets là. Cherchez. Oula. Cherchez. Cherchez dans le texte. Un mot. Je vous mets ma journée de l'année. Et une expression. Qui reprend. Le mot. Qui reprennent le mot. Cherchez dans le texte un mot et une expression. Là où je travaille avec la mienne, avec et. Waouh! Attention, elle est belle à côté de l'autre. Donc, dis-le la mienne. Dis-le la mienne. Mot, un mot. Vous avez le kalima. Une expression. Vous avez le ébar. Donc, le mot. Agda. L'expression. مثل العبارة هذا سؤال ثاني يقدر يطيح في الباكالوريا زيدوا نشوفوا سؤال آخر يقدر يطيح في الباكالوريا هادو سي دي كيسيون هاد الأسئلة تاع بعض مانيش نخلطو أنا راسي وهادو هما لي كيسيون لي راهم يتعاودو لي قاعدين يتعاودو في الباكالوريا ألوغ غولوفي دو تيست Il y a du texte, là, du paragraphe numéro 3, du paragraphe numéro 4, ça dépend, hein, d'accord. Relevez du quatrième paragraphe, ou là je ne sais quoi, relevez du texte, 4 mots, ou expression, qui se rapporte
se rapporte au champ lexical de تعطيك الكلمة لهنا تكتب له لي 4 كلمو تكتب له سوا 4 كلمو ولا تكتب له لي زيكسبرسيون ولا تكتب له زوج كلمات وزوج اكسبرسيون ولا تكتب له ثلاث كلمات واكسبرسيون وحده ولا تكتب له في 4 دي زيكسبرسيون ولا تكتب له ثلاثه اكسبرسيون وكلمه وحده ما يهمش هنا قال لك او فوالا او تحب هذا ولا تحب هذا ولا تحبهم في زوج كيما انت كيما انت تبان اذا جاتك سهله في ليمو اكتب له ليمو اذا جاتك سهله في ليزيكسبرسيون اكتب له ليزيكسبرسيون عندكم سؤال واحد اخر هو لو فيديو تيست 4 مو شحال درنا 1 2 3 4 ليدي Relever 3-4 mots qui renvoient à l'idée de service militaire. Normalement, c'est bon. Alors, on a regardé les questions. Donc, les questions de champ lexical, c'est une autre chose. Allez, on a une note ou la note. Donc, s'il vous plaît, c'est une autre chose. Alors, je vous fais. Inch'Allah, on va vous faire. Salam alaikum. صحة فطوركم وإلى اللقاء